والآن في التاسعة جولة اقتصادية مع حكمة عبد الحميد. أهلا بك يا حكمة. شكرا سحر. شكرا للنهاء. وذي بالفعل وقفة اقتصادية في نشرة التاسعة. في إطار جهود القيادة السياسية ودعم الرئيس عبد الفتاح السيسي، أعلن جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر عن تضاعف حجم التمويل المنصرف لهذا القطاع، حيث أتاح الجهاز 32.3 مليار جنيه كقروض للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر. جاء ذلك في تقرير جهاز تنمية المشروعات بعنوان 7 سنوات استقرار وتنمية، وذلك في إطار الاحتفال باليوم العالمي للمشروعات الصغيرة المتوسطة ومتناهية الصغر، والذي يشمل الأنشطة التي نفذها الجهاز خلال 7 سنوات ماضية. تفقد وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا، يرافقه محافظ الإسكندرية محمد الشريف وعدد من أعضاء لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب برئاسة النائب حسام عوض وقيادات قطاع البترول. تفقدوا مشروع توسعات مصفاة تكرير ميدور الجاري تنفيذه حاليا في محافظة الإسكندرية بتكلفة استثمارية نحو 2.4 مليار دولار في إطار استراتيجية تطوير مصافي التكرير التي تنفذها الوزارة، ذلك بهدف تأمين احتياجات السوق المحلي من المنتجات البترولية وصولا لتحقيق الاكتفاء الذاتي، حيث تضيف هذه التوسعات 60% زيادة في الطاقة التشغيلية الحالية للمصفاة البالغة حاليا 100,000 برميل، وذلك للمساهمة في توفير طاقات جديدة من المنتجات البترولية عالية الجودة. هذا المشروع هيتكلف أكثر من 2.3 مليون دولار، ويعتبر أنه ده مشروع ضخم استثمارات كبيرة، وإحنا أيضا عندنا مشروع كبير جاري العمل به في أسيوط. إحنا أسيوط اتعمل فيها مشروعين، المشروع الأولاني هو مجمع إنتاج البنزين وتم تشغيله تجريبيا الحمد لله بنهاية العام، وهو النهاردة بيعمل الحمد لله، وفي أي وقت إن شاء الله يبقى فيه افتتاح رسمي بإذن الله رئاسي. ومشروع الثاني اللي بيتم عمله في أسيوط وهو مجمع إنتاج السولار، وده النهاردة اللي هو زي ما بنتكلم على التكسير الهيدروجيني أيضا في أسيوط، اللي هو علشان يزود لنا المنتجات عالية القيمة. أكد رئيس مصلحة الجمارك الشحات غتوري أن وزير المالية دكتور محمد معيد بادر باتخاذ عدد من الإجراءات للتخفيف من آثار جائحة كورونا، منها إعفاء العالقين من أي غرامات أو رسوم نتيجة تعرضهم للتأخير بالموانئ الحدودية، ومنح الأولوية بالمنافذ الجمركية للتعامل والتخليص على السلع والبضائع التي تمثل أهمية استراتيجية وقومية. جاء ذلك خلال مشاركته عبر الفيديو كونفرنس في اجتماعات لجنة السياسات بمنظمة الجمارك العالمية التي انعقدت بمدينة بروكسل البلجيكية برئاسة الشيخ أحمد بن حمد الخليفة رئيس مجلس المنظمة. أكد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عاصم الجزار تسليم 3456 وحدة سكنية، ذلك ضمن المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين محور منخفض الدخل، وذلك بمنطقة 800 فدان بمدينة أكتوبر الجديدة بداية من غد حتى أول أغسطس المقبل، في إطار جهود الدولة لتوفير الوحدات السكنية للمواطنين، مشددا على اتخاذ كافة التدابير الاحترازية وارتداء الكمامات عند الحضور. وإلى أسواق المعادن، النفيس حيث وصل الذهب العالمي مكاسبه في التعاملات الفورية ليصل إلى 1789 دولار للأوقية. أما على الصعيد المحلي فقد ارتفعت أسعار الذهب ليسجل عيار 18 نحو 664 جنيه للجرام، في حين بلغ الذهب عيار 21 سعر 775 جنيه للجرام. أيضا سجل عيار 24 ما قيمته 886 جنيه للجرام، هذا وقد وصل سعر جنيه الذهب اليوم إلى 6200 جنيه.
نذهب إلى أسواق البترول العالمية، حيث صعدت أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها منذ أكتوبر 2018، ما جعل الخامين القياسيين يسجلان مكاسب للأسبوع الخامس على التوالي بدعم من توقعات بزيادة الطلب الفترة القادمة. ارتفعت العقود الآجلة بالفعل لخام برنت 62 سنتا، أي ما يعادل 8%، ليصل إلى 76.18 سنتات للبرميل عند التسوية. زاد غرب خام تكساس الوسيط الأمريكية 75 سنت أو 1% إلى 74.5 سنتات للبرميل. وافق بنك الاستثمار الأوروبي على توفير 330 مليون يورو، ذلك بهدف دعم خطوط توزيع الطاقة في اليونان والتوسع المستقبلي في استخدام الطاقة المتجددة لمدة 20 عاما. أفاد بنك الاستثمار بأنه قدم أكثر من 4.3 مليار يورو للاستثمار في الطاقة في اليونان على مدى العقد الماضي، وشمل ذلك تحسين الاتصالات بالجزر اليونانية وتسخير الطاقة المتجددة وتسريع الاستثمار في كفاءة الطاقة. انتهت الوقفة الاقتصادية، عودة مرة أخرى إلى نهى، والسحر إليكم. شكرا جزيلا لك حكمة.